بعد حكم الفيفا الزمالك بيرسل 165 ألف دولار لجهاز جروس. طبعا الجهاز المعاون لمستر جروس لما كان متواجد كان ليه فلوس، ويمكن نادي الزمالك ما عملش اي نقد او ما حصلش ان هو قدم اعتراض على هذا الحكم اللي خرج من الفيفا بحقيه جهاز او المعاون او جهاز المعاون لمستر جروس ب 165 ألف دولار، نتيجه ان هو عارف هو كان طلب قبل ما يرفعوا القضيه دي ان هو يجوا ياخدوا الفلوس دي من النادي، لكن تقريبا هم ما عرفش ليه اخذوا هذا الاتجاه، لان نادي الزمالك كان قال لهم اتفضلوا تعالوا خدوا فلوسكم. في الاخر نادي الزمالك ما اعترضش على هذا الحكم، نتيجه ان لو هو اعترض على هذا الحكم هيزود فلوس وهيدفع 31 الف دولار عشان يعترض على هذا الحكم لدى الفيفا. فبالتالي قال لك من قصرها كده تعالوا خدوا الفلوس، كده كده احنا هنديها لكم وكده كده الحكم موجود، فتعالوا اتفضلوا خدوا الفلوس. وبالتالي نادي الزمالك بيرسل 165 الف دولار للجهاز المعاون لمستر جلوس. خليني اقول لكم ايضا، كنت بتكلم على موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي، لاعب مميز جدا عنده عروض كتيره جدا من الدوري الفرنسي، ولكن هو يعني رغباته اي لاعب عشان يروح اي نادي الرغبه بالنسبه له هي الاولى، هو رغبته ان هو ينتقل الى النادي الاهلي، وده طبعا بعد الاتفاق على مقابل مادي كبير بيصل ل 750 ألف دولار في السنه بالنسبه له هو، طبعا بالاضافه الى النادي بتاعه نادي مازيمبي والفلوس اللي هتروح لنادي مازيمبي بقيمه 2 مليون دولار، لكن هو اللاعب حابب ان هو يبقى موجود في النادي الاهلي. هنشوف برضو الفتره الجايه، زي ما بقول لكم النادي الاهلي كان حاطط موليكا ثم سيرينو لاعب سان داونز، عدد من اللاعبين في هذا المركز النادي الاهلي كان بيفكر فيهم. طيب خلينا نطلع لفاصل.